كل سنة وحضراتكم طيبين. خلاص كلها أيام قليلة جدا وينطلق عام دراسي جديد، واللي بدأ بالفعل في بعض المدارس. علشان كده احنا النهاردة هنتكلم عن ازاي نهيئ أولادنا للعام الدراسي الجديد، وهنركز على أولادنا طلاب الثانوية بمراحلها الثلاثة. هنعرف كمان ازاي الاستعداد المناسب والتهيئة لضغوطات الثانوية العامة من بدري جدا، وكمان دور أولياء الأمور في إعداد الطالب لكل المراحل التعليمية المختلفة. كل ده هنعرف تفاصيله النهارده في استوديو طابور الصباح. منورنا ومشرفنا دكتور تامر شوقي، استاذ علم النفس التربوي بجامعه عين شمس. اهلا بحضرتك يا دكتور ومنور. منورنا يا فندم. اهلا بيك. والله الحقيقه دكتور يعني ايه حضرتك نزلت لنا بقى من السماء دلوقتي. ليه؟ البعض بيرى ان مرحله الثانويه العامه دي هي مرحله يعني اكون او لا اكون، فتصبح الحياه معسكرات مميته وخانقه، والبعض الاخر يكون عنده ربما حالة من الاستهتار في بعض الأحيان، والبعض وسطي. وأنا وجهة نظري الشخصية كمواطن يعني أن الوسطية هي الأفضل، ولكن يفيدنا في ذلك يعني لا يفتى ومالك في المدينة حضرتك طبعا. فقولنا إزاي نستعد كده في البداية علشان ما نرهقش أبنائنا من أول العام الدراسي في تجهيزاتهم وفي استعدادهم للدراسة، خاصة في هذه المرحلة الهامة اللي بعذر طبعا أولياء الأمور فقد إيه هي مهمة وقد إيه بيبقوا خايفين على أبنائهم. طيب في البداية بنهني أولياء الأمور وأبنائنا الطلاب بسنة دراسية جديدة. حضرتك أشرت إلى نقطة في منتهى الأهمية، نقطة إن أنا عندي ثلاث أنماط من الطلاب. النمط الأول الطلاب الهادين جدا ولا في دماغهم، النمط الثالث الطلاب اللي هم هاي ستريس اللي عندهم ضغوط عالية جدا وده نمط غير مرغوب، النمط الثاني هو ده مرغوب فيه، اللي هم واخدين الأمور ببساطة أو واخدين الأمور بما يناسبها بلا إفراط ولا تفريط. طب ايه العامل الاساسي اللي بيخلي ولادنا اما عندهم ضغوطات عاليه جدا او ما فيش ضغوطات خالص؟ اولياء الامور بيلعبوا دور الاكبر في هذه النقطه، فبالتالي هنا اللي بيخلي الطالب داخل الثانويه العامه وعنده قلق عالي جدا او قلق متوسط او منخفض هم اولياء الامور. طبعا اولياء الامور اول ما بنقوم نخش الثانويه العامه يبداوا بقى مرحله الضغوطات النفسيه، خلي بالك بالذات بقى ثالثه ثانوي، خلي بالك ان داخل ده سنه صعبه ونظام الامتحانات اتغير ونظام الامتحانات صعب ومفيش حد بينجح وكم كل الكلام ده لا اساس له من الصحه. طيب لكن احنا عايزين ناخد الامر بمنتهى البساطه ومنتهى الهدوء ونأهل ابننا للثانويه العامه. طب ازاي نأهل ابننا للثانويه العامه؟ في البدايه حضرتك قلت ان انا عندي الثانويه العامه ليها ثلاث مراحل او ثلاث صفوف دراسيه. الاول الصف الاول والثاني والثالث في ترابط شديد ما بينهم. احنا عندنا بعض المفاهيم الخاطئه في الثانويه العامه. زي ايه المفهوم ده يا فندم؟ ان اولياء الامور بيعتقدوا ان ثالثه ثانوي دي سنه مستقله بذاتها. خطا. سنه الثانويه العامه ديت بنبني فيها الطالب من اولى ابتدائي. وبالتالي لما يخش اولى ثانوي بنبنيه اكتر لثالثه ثانوي. طيب احنا ايه سبب القلق على عندنا القلق العالي؟ اللي احنا باصين لحاجه واحده اللي هي الدرجات. النجاح ما تلاقيش اب او ام ولا طالب بيفكر هيتعلم ولا ما يتعلمش. احنا للاسف في علم النفس عندنا توجهين اساسيين في التعليم. حاجه اسمها توجه نحو النجاح والحصول على الدرجه، وده بيختلف تماما عن التوجه نحو التعلم والاتقان. التوجه نحو النجاح والحصول على الدرجه معناها ان انا كل هدفي ان انا اجيب درجات وانجح. طب اتعلمت ولا لا مش مهم. خدت دروس، خدت الامتحانات جات لي والاسئله جات لي وحليت مش مهم. اهم حاجه المجموع في نهايه السنه. بالظبط يا فندم. ايا كانت الطريقه. بالظبط. بعض الاحيان بتكون طرق غير شرعيه للاسف. صحيح. وللاسف في بعض الحالات واؤكد على كلمه بعض بعض اولياء الامور بيشجعوا ابنائهم على هذا الامر. ده اكيد يا فندم، دي حاجه مؤكده ان اولياء الامور بيشجعوا اولادهم على الغش بمنتهى الامانه ومنتهى الصدق، بيقول له غش ولو ما غشيتش اي حاجه متاحه ليك اتصرف. تمام؟ وده طبعا توجه غلط. انا الحمد لله بنتي الكبرى كانت ثانويه عامه 3 سنين كانت طالعه الثالثه على الجمهوريه ما شاء الله. اول يوم حصل مشكله في اللجنه بسبب الغش، جت قالت لي بابا لو سمحت اللجنه كان فيها تسيب وانا ما عرفتش اشتغل. والله اتصلت بالمسؤولين خليتهم يمنعوا الغش في اللجنه ديت. والد طالبه اعترض على الموضوع ده رغم ان هو الحقيقه نحيي وزاره التربيه والتعليم على سرعه استجابتها في التعامل مع مثل هذه الامور، وده بنشهده في كثير من الاحيان. بالظبط، حصل تدخل وضبط جامد جدا للجنه بمجرد ما جات لهم الشكوى بتاعتي ايا كان الوضع. يبقى هنا اولياء الامور بيبقى عندهم نوع من دفع الطالب ان هو يغش او ان هو يحصل على درجه ايا كانت الدرجه دي. طب الطالب يتعلم ولا لا؟ ما اتعلمش. طيب انا بقى بقول لاولياء الامور النظره الاخرى صحيحه من الناحيه التربويه والنفسيه، اللي انت اهتم بتعليم ابنك.
ليه؟ لما انا بعلم ابني باسسه لثالثه ثانوي، بمعنى ابني دخل اولى ثانوي هياخد المواد اللي هي مستمره مع ثلاث سنوات في الغالب يعني، سواء ادبي او علمي، يبقى هنا يخش يسوى بمعلومات كويس، يتعلمها كويس، هيلاقي نفسه بينجح. بس خلي بالك النجاح نابع للتعليم وليس منفصلا عن التعليم. لو انا اتعلمت كويس هخش اقدم كويس في الامتحان، فبالتالي لما انا اتاسس كويس في اولى وثانيه وثالثه ثانوي هقدم بشكل جيد في ثالثه ثانوي. يمكن تجي لي اسئله في ثالثه ثانوي عن حاجات خدتها في اولى وثانيه ثانوي، فبالتالي لو انا متعلم كويس هقدر احل. لكن انا مش متعلم وكان كل هدف النجاح باي وسيله ومش متعلم، يبقى انا هيجي لي اسئله في ثالثه ثانوي مش هقدر اتعامل معاها ولا اشتغل معاه. طب يا دكتور، يعني غلط كبير اننا نفصل فكره تهيئه الطالب لمرحله الثانويه العامه او لثالثه ثانوي بالذات عن اولى وثانيه، ولا هنا مفيش فرق بين تهيئه الطالب في اي مرحله من المراحل التعليميه؟ هو التهيئه هنا يا فندم معناه ان انا بعد ابني اقول له يا ابني انت داخل دلوقتي مرحله جديده، المرحله دي مترابطه، انا عايزك تذاكر وتشد حيلك من اول سنه لغايه ثالثه ثانوي، تمام؟ والمراحل ديت كلها بتؤدي الى بعض. عايزك اهم حاجه في السن ديت اللي انت تتعلم معلومات، تكتسب معلومات، تفهم القواعد والنظريات بتاخدها في كل ماده، تمام؟ النجاح والسقوط اكيد ان شاء الله هيجوا لما انت بذلت الجهد الملائم والجهد المطلوب منك. هو دي التهيئه، تمام؟ طبعا انا عايز اشيل نقطه في منتهى الاهميه برضك، بعض الطلاب اللي داخلين اولى ثانوي طبعا هنا الطالب ينتقل من مرحله الى مرحله ثانيه اللي هي المرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية، وحضراتكم عارفين إن في اختلاف جذري بين المرحلتين. أي مرحلة فيها انتقال من مرحلة إلى أخرى زي مثلا من ابتدائي لإعدادي أو إعدادي سنة أو ثانوي للجامعة أو الجامعة للتخرج أو التخرج للوظيفة، دي بنسميها مراحل انتقال حرجة. يعني مراحل انتقال حرجة؟ بيبقى فيها ضغوط أو ضغوطات معينة على الشاب أو على الولد لازم يتأقلم ويتكيف معاها. طيب هنا لازم هنا الاب والام يعدوا ابنهم لدخول مرحله اولى ثانوي، اللي هي فندم اولى ثانوي زي ما حضراتكم عارفين بتبدا تتشعب فيها المواد. هتلاقي العلوم بقت كيمياء وفيزياء واحياء. هتلاقي الرياضه بقت جبر وهندسه فراغيه والكلام ده كله. هتلاقي بقى دخلوا فلسفه، دخلت له ما اعرفش كذا وكذا وكذا. يبقى انا لازم اعد ابني ان هو يبقى هيبقى عنده مواد متفرعه وهيبقى عنده جميع مواد العلمي وجميع مواد الادبي. انا اعرف طلاب دخلوا اولى ثانوي وعانوا. لا، هي ما فيهاش اي معاناه. لو انا اتبعت استراتيجيات معينه في المذاكره هقدر اتعامل مع اولى ثانوي بالذات. على فكره اولى ثانوي تبقى سنه انا في نظري اصعب نسبيا من ثانيه وثالثه ثانوي. ثانيه وثالثه ثانوي الطالب بقى بيبدا يتشعب، المواد بتقل، المواد اللي بيحبها بيبدا يركز عليها وياخدها في المدرسه، فبالتالي العمليه بتبقى اسهل له. ومش بس المواد يا دكتور، يعني دايما بنشوف ان اولياء الامور ممكن يهتموا باولادهم من ناحيه انهم بيهيئوهم لعام دراسي جديد. كل اللي بيعملوه انهم ممكن يجيبوا شنطه جديده، ادوات مدرسيه، معرفش ايه، هيحضروا ايه في اللانش بوكس ويعملوا جدول طول الاسبوع، لكن بيهملوا فكره تاهيل اولادهم من الناحيه النفسيه، وده اللي احنا بنتكلم فيه، ودي نقطه كمان هتساعدهم كتير في التحصيل الدراسي بعد كده وفي المذاكره الى اخره. انا عايز اضيف يا فندم على كلام فاطمه حاجه وكلام حضرتك. الدكتور قال هي الانتقال من مرحله لمرحله هي مراحل حرجه. انا عايز اقول ان الانتقال من مرحله الاعداديه للثانويه في رايي الشخصي هي مرحله حرجه بلس بالزبط. لان هي مرحله مراهقه، فهي مرحله عمريه ايضا مختلفه بالزبط. فاضافه على ما ذكرته زميلتي فاطمه، كمان التاهيل لهذه المرحله العمريه يكون ازاي، مش مجرد تاهيل للمرحله الدراسيه بتشعب المواد المختلفه الجديده علينا، لا، التاهيل هنا التعامل، عارف حضرتك بيتقال ايه؟ لا لازم نشد عليه، اصل المرحله دي لو ما تشدش عليه فيها هيعمل لنا مشاكل. تقول ايه بقى للكلام ده يا فندم؟ طبعا بحييكم جدا جدا على هذه النقطه، فعلا هي ديت من اصعب مراحل الحرجه في الحياه. ليه؟ عشان هنا الشاب لما يتخرج من الكليه بيبقى عبر مرحله المراهقه، فحصل له استقرار انفعال الى درجه كبيره. لكن الطالب في مرحله المراهقه بيحصل له صراعات نفسيه كتيره جدا، منها ما بين الاستقلاليه عن الوالدين وبين الاعتماد. هو معتمد على والديه في ان هم بياكلوه ويشربوه ويصرفوا عليه، وفي نفس الوقت عايز يستقل عنهم في قراراته، فبيحصل هنا نوع من انواع الصراع. هنا بنقابل نوع من انواع العناد لدى الطالب، لدى المراهق، ان هو مش عايز يسمع الكلام. هنا ما ينفعش، حتى مثل الشعب يقول لك ايه، ان كبر ابنك ايه خويه. ما ينفعش انا لو ابني في مرحله المراهقه ادي له اوامر، لا، كل كلامي معاه هيبقى على هيئه طلبات. لو سمحت انا عايز منك تعمل كذا، مش يعمل، في فرق بين الاثنين. طب تعالى نتفق على خطه معينه نمشي عليها،
تمام. انا لما اشرك ابني معايا في القرار انا بخليه يميل ليا، لكن لما اظهر له القرار هنا في مرحله عايز يثبت فيها نفسه وعايز يثبت فيها شخصيته، تمام. فبالتالي اصاحب ابني في هذه المرحله. وعايز اشير نقطه مهمه، طبعا الثانويه العامه زي ما حضراتكم عارفين بتقبل اعلى شريحه طلاب في الاعداديه، فبالتالي الطلاب هنا من الناحيه العقليه طلاب متميزين. هنا زي ما حضراتكم قلتوا كده يهمني بقى التاهيل النفسي للطالب. طالب تانية وتالتة ثانوي خد خبرة من أولى ثانوي وعدى أولى ثانوي رغم إن هي الأكثر موادا والأعقد والأصعب والكلام ده كله، الثانوية العامة أسهل من أولى ثانوي على فكرة، تمام؟ فبالتالي هنا أهل ابني بقى إزاي بقى المراحل الدراسية المختلفة زي ما حضرتك قلتي، اللي أنا بجيب مثلا احتياجاته الدراسية. طبعا الطلاب في كافة المراحل الدراسية من أول الكي جي لغاية مثلا الجامعة، تمام؟ تلاقي طالب بينملك دلوقتي الساعة 4-5 الفجر ويصحى الساعة 2-3 الظهر، تمام؟ لا، أنا هنا لازم أعيد تنظيم دورة حياته. هنا دراسة فاضل لها 10 أيام، تمام؟ 10 أيام ما ينفعش أنا آجي يوم قبل الدراسة بيوم وأقول له أنا كل حاجة، طبعًا. ما ينفعش. صعب قوي. لازم هنا حتى في ماتشات الكورة، ماتشات الكورة بيقول لك أنا بعمل تدريبات استعدادًا للماتش الأساسي، ما فيش لاعب بينزل الملعب في الماتش الأساسي على طول، فبالتالي لازم أنا أدرب ابني وأستغل ال 10 أيام المتبقية أو ال 13 يوم المتبقيين دولت في اللي أنا أدربه في النوم بالنوم مبكرًا، إن هو ينام مثلًا مش هخليه ينام الساعة 4 الساعة 12 بالليل مرة واحدة، لأ، أدرج يوم مثلًا الساعة 3 2 1 12 إلى آخره. لازم أهل ابني برضك إن هو يقلل من استخدام النت. النت ده مشكله كبيره جدا في العصر الحالي سواء عند الكبار اولياء الامور او عند الشباب والطلاب، فبالتالي ابدا معاه اللي احنا نقلل ساعات استخدامنا للنت. وابني مش هيسمع كلامي غير لو شافني قدوه ليه، بمعنى اللي انا ما ينفعش اكون ماسك النت انا او امه وهو بنقول له لا ما تسيبش النت. صح، بالعكس، صحيح، ما هو مرايه ليا انا. بالظبط، يبقى انا لو انا سلكت قدامه اللي انا مش مستخدم النت خلاص هيبدا يقل هو كمان. احاول اشغل ابني بالانشطه المفيده. انا في رايي ان اي نشاط حيوي حياتي اهم مليون مره من النت. يعني لو الطالب قام باي هوايه، مش عايز اقول لحضرتك يعني المشي، الجري، لعبه، اي لعبه، سباحه، كوره، اي كلام ده، الكلام ده مفيد للطالب من الناحيه العقليه والذهنيه والجسميه اكتر من مليون مره من النت. النت ده بيبقى متلقي سلبي، بيبقى قاعد في البيت بساعات طويله، ما بيمارس اي عادات جسميه صحيحه ولا رياضيه صحيحه، يمكن تحصل له مشكلات في الوزن، مشكلات مرضيه لا قدر الله، فبالتالي هنا بتبقى العمليه سلبيه جدا. يبقى انا لازم اهل ابني من خلال ان هو ينام بدري، اهله ان هو يقلل استخدامه للنت، ابدا بقى اديله الامل والتفاؤل بالسنه الجديده. احنا عايزين نلغي من حياتنا المصطلحات السلبيه دي تماما. في فرع جديد في علم النفس اسمه علم النفس الايجابي التربوي، تمام؟ يعني كان في فرع بتاعنا التقليدي علم النفس التربوي، حاليا علم النفس الايجابي التربوي اللي هو بيركز على النواحي الايجابيه في التربيه، بمعنى اللي احنا نلغي من حياتنا المصطلحات السلبيه تماما. ازاي؟ اللي لما اجيش اقول احنا هنعمل معسكر بس بقى الدراسه جايه وهنعمل كذا وكذا، هيبقى في كذا، ليه الكلام دوت؟ انا عايز اوصل لابني اي حاجه اوصلها له بالافعال وليس بالكلمات. يعني اولياء الامور هم اللي بيحطوا الاطار المناسب لطريقه معاملتهم مع اولادهم من خلال الايحاءات او الكلام اللي بيقولوه عن الدراسه وعن الفتره دي كلها. بالظبط، سواء سلبي الطالب يتاهب بشكل سلبي، ايجابي هيتاهب بشكل ايجابي. لو انت قلت له اللي احنا داخلين سنه ضاغطه وسنه صعبه وامتحانات وترم مزنوق والكلام ده كله، هيخش محمل بهذه الشحنات السلبيه. لو انا متوتر هنقله التوتر. بالظبط كده. لكن لو انا مستقر نفسيا ده هيتنقله بشكل لا ارادي او بشكل تلقائي. بالظبط، عشان هنا بنقول على الوالدين ان هم في نظريه كبيره جدا في علم النفس اسمها موديلنج، النمذجه، ان الوالدين دول نموذج للطالب، هم الدنيا بالنسبه له، تمام؟ حتى لو الطالب شاف ملايين البشر في الانترنت، لكن ابوه وامه اللي هم عايشين معايا لحم ودم هم القدوه. نقلوا ليه كلام سلبي هيبقى خلاص انا داخل في حاجه سلبيه، نقلوا ليه كلام ايجابي يبقى انا داخل على حاجه كويسه. ابسط الايمان، لو انا مش قادر اقول كلام ايجابي على الدراسه ما اتكلمش كلام سلبي. يبقى انا هنا لازم الاب والام يبقى نموذج للهدوء امام الطالب. الامهات وانا عانيت معاهم السنه اللي فاتت في الثانويه العامه ان هم يبعدوا عن جروب الماميز في الفيسبوك والواتساب، عشان دولت بيصدروا كميه شحنات سالبه غير عاديه. انا هقول لحضرتك حاجه، كنت انا بديهم كلام يعني نصائح تربويه ثانويه عامه والكلام ده كله، كانوا بيزعلوا مني
قول لهم الامتحان هتيجي كذا ونتعامل معاك. يزعلوا مني الامهات، اكتر الامهات كانوا عاملين معايا او زعلانين مني جدا، ولادهم جابوا مجاميع عاليه جدا. اذا كلامهم كله غير صحيح من الناحيه العلميه. فبالتالي طب ليه انت تنقل لابنك التوتر والضغط دوت؟ على فكره التوتر والضغط ده سلاح ذو حدين، يمكن يؤدي لبعض الاضطراب للتفوق، يمكن يؤدي لبعض اضطراب للفشل. صحيح يا دكتور، والمفروض يعني كل الاباء والامهات لازم يسمعوا الكلام ده ويربوا بشكل صح ويتعلموا ازاي ياهلوا اولادهم مش بس لمختلف المراحل الدراسيه لكن لكل مرحله مهمه في حياتهم. دكتور تامر شوقي استاذ علم النفس التربوي بجامعه عين شمس، حضرتك نورتنا وشرفتنا، وبجد مش بس اولياء الامور اللي استفادوا من الفقره او الطلبه، احنا كمان حقيقي استفدنا جدا. شكرا فندم، بنشكر حضرتك جدا يا فندم على وجودك معانا، والشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام على طيب متابعتكم لينا. حلقه جديده غدا في نفس الميعاد من برنامج طابور الصباح، وطبعا الشكر لكل طاقم العمل القائم على برنامج طابور الصباح. دمتم في امان الله.